في محاولة لإيصال صوتهم من بين آلاف الأصوات التي تحمل نفس الأسى والمعاناة. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، نظم عدد من المنظمات المعنية بحقوق هذه الشريحة في محافظة بابل ندوة بهدف لفت الأنظار إلى الواقع الصعب الذي تعيشه أعداد متزايدة من المعاقين في ظل ظروف قاسية وإهمال حكومي واضح. لكن مع الأسف أشوف الدعم قليل جدا يعني لهذه الشريحة، وأيضا يعني أنا كنت أتمنى أن تكون الاحتفالية أكبر من هكذا، لأن هو الاحتفال باليوم العالمي لرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. ومساعد المسؤولين ما حد يزورنا بصراحة، يعني دا يشوف شنو احتياجات هذه الفئة، في حين هي فئة جدا مهمة بالمجتمع وتحتاج يعني لدعم أكثر من الفئات البقية. ويقول المسؤولون عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إن هذه الشريحة تعاني إهمالاً كبيراً، حيث يعجز أغلبهم عن إيجاد عمل يناسب إمكانياتهم لإعالة أنفسهم أو عوائلهم، وهو ما يعني مزيداً من الفقر والحرمان لأكثر من 5 ملايين معاق. أيضاً إحنا كمفوضات حقوق الإنسان نطالب السلطة التشريعية بهذه المناسبة أن تكون هناك تشريع لقانون يحمي ذوي الاحتياجات الخاصة ويوفر متطلباتهم باعتبارهم شريحة جداً مهمة. أيضاً نطالب أن تكون هناك دمج لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع من خلال تأهيلهم وإشراكهم بالأنشطة الحكومية. اليوم طبعا تحدثنا عن كل ما يحتاجه من ذوي الإعاقة بصورة عامة، مع كل الأسف اللي يفتقر من كل الجوانب في العراق طبعا، خصوصا لأن نشاهد في بقية الدول هناك اهتمامات كثيرة لذوي الإعاقة، لكن في العراق لا يوجد أي دعم ولا أي يعني مساند لهذه الشريحة المظلومة نعتبرها. حقيقة المكفوفين يحتاجونهم دعم، يحتاجونهم مساندة، يحتاج الوقوف وياهم. بما أن اليوم العالمي للمكفوفين وحضرنا هاي الندوة، فنتمنى من الدولة والمحافظة المركزية وأي كل الأشخاص يدعمون هذول المكفوفين. المكفوفين ما لا لهم لا حول ولا قوة. نحو 13% من عدد سكان العراق هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، نسبة مرشحة للارتفاع في ظل استمرار المسببات كحوادث السير والسلاح المنفلت والحروب، فيما تسجل الحكومات المتعاقبة فشلها في توفير الحد الأدنى من حقوق هذه الشريحة.